السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد تحليه بالكراميل، كتجي رائعه. تحليه ممكن تستعملوها في السحور او في العشاء، بمكونات موجوده في كل بيت، ووجد اقتصاديه وسهله في التحضير، كتوجد دغيا. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال هاد التحليه والمقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد التحليه، انا هنا خديت 700 غرام ديال الحليب، اي نص اطرو ونص ديال نص اطرو الثاني. اللي بغى يستعمل الاطرو يستعمله ويبقى نفس المقادير، ماشي مشكل. كناخذ هنا 700 غرام، كنديرو في شي كاسرول وكنوضع عليه واحد فلو فاني، واحد معلقه كبيره ديال مايزينا، معلقه تكون عامره مزيان. كنزيد عليهم جوج معالق طوستين ديال السكر، كنحركهم مزيان بالفوي، صافي. كنحطهم فوق البوطه حتى كيغلاو مع التحريك. طبيعة الحال كنبقى نحرك حتى كيغلي. ملي كيغلى ليا هاد الحليب مزيان مع التحريك فوق البوطه، كنزيد ليه واحد فلو ديال الدانون، فلو كراميل، كنزيدو عليه وكنحركو مزيان حتى كيدوب فيه. صافي، وكنخليه على جنب حتى كنوجد الكيسان فاش غادي نديرو. بالنسبه اللي غيستعمل ديك الساشيه ديال الفلو اللي فيها السكر، ما يستعملش هنا السكر، يستعمل غير ديك الساشيه بوحدها. وهنا عندي بسكوي، هاد البسكوي اللي كيكون هكا ناشف، كناخذ شويه د الحليب كندير فيه نسكافي، كنغمسو فيه مزيان داك البسكوي. صافي، كنحطو هكا في القاع ديال الكاس، كنثبتو مزيان باش ما يطلعش ليا ملي نكب داك الخليط. بالنسبه لهاد البسكوي اللي بغى يستغنى عليه، ماشي ضروري، ممكن يستعمل غير الخليط بوحدو بدون بسكوي. هنا من بعد ما كنعمر هاد الكيسان بهاد الخليط، كنحطهم على جنب حتى كيدفاو شويه، وكندخلهم الثلاجه باش كيشدوا راسهم، باش الا خويت فوقهم الخليط تاع الكراميل ما يتخلطوش ليا. بالنسبه لهاد الوصفه تاع الكراميل، هنا كناخذ واحد كاسرول كندير فيها كاس العنبه ديال السكر، وكنحطو فوق النار متوسطه، وكنخلي حتى كيبدا يذوب من جناب، عاد كنحركو. هنا من بعد ما ذاب ليا، كنضيف عليه واحد معلقه ديال الزبده، كنحركو دغيا مزيان هكا. كنعاود نزيد عليه واحد ربع كاس صغير ديال الحليب اللي سخنته هكا، من الافضل يكون سخون، الا كان بارد كيتحجر ليا الكراميل. صافي، وكنحركو مزيان حتى كينسجم ليا داك الحليب مع الكراميل والزبده. عاد كنضيف عليه واحد دانون ديال فلو كراميل. صافي، كنحركو هكا دغيا، كنبقى نحرك فيه حتى كيدوب. هنا في هاد اللحظه كنطفي عليه البوطه، كنبقى نحرك فيه مزيان حتى كيدوب ليا داك الدانون. من بعد ما وجد ليا هاد الكراميل وحيدتهم فوق النار، كنزيد عليه شويه ديال اللوز اللي خديته شديته هكا حمرته ودرته كونكاسي، كنزيدو عليه وكنحركو مزيان، ممكن تضيفو حتى كاوكاو. صافي، كنخليه على جنب غير كيدفى ليا شويه. كناخذ دوك الكيسان كنزيد فيهم جوج معالق تقريبا، غير هاد الكراميل بوحدو هو وصفه، ممكن تستعمليه في بزاف تاع الوصفات، في التحليات او لي كيك بارد، كتجي فيه نكهه كراميل زوينه وما كيجيش حلو بزاف. من بعد ما كنقاد الكيسان كلهم، كندير جوج معالق كبار تقريبا في كل كاس. صافي، كنديرهم في الثلاجه حتى كيبردوا، عاد كتقدموا.
هذا هو الشكل النهائي ديال هذا التحليل اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم وما تنساونيش ملي لايك، واللي كيزور القناة اول مرة ما تنساوش تدعموا لي القناة وشكرا.